فاعترفوا للرب فإنه صالح. هللويا. لأن إلى الأبد رحمته. هللويا. أعترف لإله آلهة. هللويا. لأن إلى الأبد رحمته. هللويا. أعترف لرب الأرباب. هللويا. لأن إلى الأبد رحمته. هللويا. لصانع المعجزات عظام وحده. هللويا. لأن إلى الأبد رحمته. هللويا. الذي يرزق كل جسد طعامه. هللويا. لأن إلى الأبد رحمته. هللويا. أعترف لإله السماوات. هللويا. لأن إلى الأبد رحمته. هللويا. فإنه صالح. هللويا. لأن إلى الأبد رحمته. أجمل وما أحب أن يجتمع الإخوة معا. نجتمع اليوم للصلاة من أجل وحدة المسيحيين بدعوة من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيم من مكتب فضائية نور سات في كاتدرائية القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك. باسم سيادة المطران كير جوزيف جبارة الجزير الوقار نرحب بكم. سيادة المطران ويليام الشوملي الجزيل الوقار، المونسنيور ماورو للي القائم بأعمال السفارة البابوية في عمان، الإيكونوموس إبراهيم دبور الأمين العام لمجلس الكنائس في الأردن، رؤساء الكنائس في الأردن الجزيلي الاحترام، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، الكهنة والرهبان والراهبات، أهلاً وسهلاً بكم جميعاً.
كلمة رئيس مجلس رؤساء الكنائس الأب الإيكونوموس إبراهيم دبور الأمين العام للمجلس، فليتفضل. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أصحاب السيادة المطارنة الأجلاء، ممثلي الكنائس من آباء وقساوسة، سيادة وأيها السيدات والسادة مع حفظ الألقاب للجميع، تحية بالمسيح الإله. إننا نجتمع اليوم في هذا المكان الطاهر وقلوبنا خاشعة وعيوننا مرتفعة إلى السماء، متضرعين إلى الله العلي القدير الواحد في جوهره والمثلث في أقانيمه، الذي نؤمن به جميعاً مخلصاً وفادياً ومحسناً إلى حياتنا. الرب الإله الذي حل في حشى البتول وأخذ طبيعتنا البشرية عدا الخطيئة، قد خلصنا بمقتدى رحمته ومحبته للبشر، وخلصنا من الزمن وأعادنا إلى الأبدية لكي نصبح أبناء حقيقيين له، قائلاً على لسان بولس الرسول: ولما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة، مولوداً تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابني في قلوبكم صارخاً: يا أبتي أيها الآب. وهكذا صالحنا مع الله بالصليب قاتلا العداوة، وأصبحنا رعية مع القديسين وأهل بيت الله، أفسس 2:19. وقد دعانا في كلامه الإلهي قبل الصلب في إنجيل يوحنا كي نكون واحدا ونسير في قلب واحد، متجهين إلى أورشليم العلوية كي نتلاقى جميعاً بمن أحبنا وأحببناه، الرب الإله، لأنه قال في ذلك اليوم: تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. وقد دعانا إلى حفظ وصاياه وأن نحب بعضنا بعضاً، لا بالكلام وإنما بالأفعال أيضاً، لأنه قال: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. لنصلي معاً إلى الله القدير أن يوحدنا بمحبته ونظهر أعضاء جسده الواحد حتى نحافظ على بنوتنا لله. أمين. وكل عام وأنتم بخير. كلمات التحية سيادة المطران ويليام الشوملي الكلي الوقار، فليتفضل. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعاً. أيها الأحبة، ها نحن نلتقي اليوم للصلاة من أجل الوحدة، فلنشكر الرب على تراث إيماننا المسيحي وعلى فعل الخلاص الذي حققه لنا الرب يسوع في التاريخ. لطفاً وقوف لنصلي إلى الثالوث الأقدس. يا الله أبانا، أنت تتوج خليقتك بالعدل والرحمة، جئنا لنحتفل بك. الجميع بجاوب
جئنا لنحتفل بك. يا يسوع المسيح، صليبك يجدد الحياة ويوفر العدل، جئنا لنحتفل بك. أيها الروح القدس، أنت تلهم قلوبنا لتعمل بالعدل، لتكن نعمة الرب يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشريكة الروح القدس معكم إلى الأبد، ومع روحك أيضا. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل كنز الصالحات ووهيب الحياة، هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح الكنائس السريان الأرثوذكس فليتفضل. شيمابو وبرو روحو قديشو حاضلو شريرو أمين.
قراءة من سفر أعمال الرسل الأطهار الإصحاح 28. ولما نجوا وجدوا أن الجزيرة تدعى مليطة، فقدم أهلها البرابرة لنا إحساناً غير المعتاد، لأنهم أوقدوا ناراً وقبلوا جميعنا من أجل المطر الذي أصابنا ومن أجل البرد. وكان فيما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة الذي اسمه بوبليوس، فهذا قبلنا وأضافنا بملاطفة 3 أيام. كلام الرب. مزمور 103 من 1 إلى 5، الكنيسة المارونية. تفضل. باركي يا نفسي يا الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي يا الرب، وجميع ما في داخل اسمه القدوس. باركي يا نفسي يا الرب، ولا تنسي كل حسناته. بارك يا نفسي يا الرب، وجميع ما في داخلي اسمه القدوس. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. بارك يا نفسي يا الرب، وجميع ما في داخلي اسمه القدوس. الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. بارك يا نفسي يا الرب، وجميع ما في داخلي. الذي يشبع بالخير عمرك، فيتجدد مثل النسر شبابك. باركي يا نفسي الرب، وجميع ما في داخل اسمه القدوس. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأب ميخائيل فليتفضل. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير بركاته. على جميع عنا، وقال لتلاميذه: من أجل هذا أقول لكم، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون، ولا للجسد بما تلبسون. الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس. تأملوا الغربان أنها لا تزرع ولا تحصد، وليس لها مخدعون ولا مخزنون. والله يقيتها، كم أنتم بالحري أفضل من الطيور. ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامتي ذراعا واحدة؟ فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر، فلماذا تهتمون بالبواقي؟ تأملوا الزنابق كيف تنمو. لا تتعبوا ولا تغزلوا، ولكن أقول لكم
أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله كذا، فكم بالحري يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم، وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه. بل أطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ما لكم واعطوا صدقتان، اعملوا لكم مكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات، حيث لا يقرب سارقون ولا يبلي سوس، لأنهم حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. والمجد لله دائما. كلام الرب. كلمة روحية يلقيها سيادة صاحب السيادة المطران جوزيف إجبارة، فليتفضل. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. أصحاب السيادة، آبائي الأجلاء، إخوتي وأخواتي المؤمنين بالوحدة، الوحدة بحاجة للإيمان. ما بيكفي الواحد أنه يفكر بالوحدة، بده يكون عنده أيضاً إيمان، مثل ما منؤمن بالله، مثل ما منؤمن بأشياء أخرى كثيرة بالحياة، بده يكون عندنا هذا الإيمان أيضاً بالوحدة، على أمل وعلى رجاء أن تتحقق هذه الوحدة في يوم من الأيام. سأقدم فكرة موجزة عن موضوع تأملات صلاة أسبوع الوحدة لعام 2020. من الكتيب الصادر عن دائرة الشؤون اللاهوتية والمسكونية في مجلس كنائس الشرق الأوسط، وأظهر لنا أهلها عطفاً نادراً، إنه الفصل الأخير من أعمال الرسل عندما شططت سفينة القديس بولس وهو في طريقه إلى روما. قبل أن يمضي السنوات الأخيرة في روما بولس، السفينة تعطلت وانحدر الركاب قرب جزيرة مالطا، وقال الرسول هذه الجملة الجميلة: وأظهر لنا أهلها عطفاً نادراً، عطفاً نادراً. هو العنوان العام الذي أعلنه مجلس الكنائس العالمي لتأملات هذا الأسبوع الذي يحتفل به معظم المسيحيون في العالم بين 18 و 25 كانون الثاني. وهذه السنة ف
فإن كنائس مالطا هي التي تدعو المسيحيين للصلاة على نية الوحدة المنشودة، وقد أعدت هذه الكنيسة موضوع التأملات لهذا الأسبوع المرتكز على الترحيب الذي لقيه القديس بولس وغيره من ركاب السفينة التي كانت على وشك الغرق ورست قبالة جزيرة مالطا. الجدير ملاحظته في الرواية المذكورة هو حرارة الاستقبال والاهتمام اللذين لقيهما الرسول بولس ورفاقه من قبل سكان الجزيرة الذين لم يكونوا مسيحيين بعد. وجزيرة مالطا هي نفسها واحدة من الأماكن العديدة الواقعة اليوم في قلب قصص المهاجرين من هذا الشرق الذين يحاولون الهروب من الكوارث الطبيعية والحروب والفقر والبطالة والمهانة. بالنسبة لنا نحن المسيحيين الذين يواجهون اليوم مثل أزمات الهجرة تلك، فإن هذه القصة تطرح علينا تحدياً هاماً. هل نشارك نحن أيضاً بعدم مبالاة باردة، أم أننا نعطي شهادة على إنسانية فوق العادة تجعلنا شهوداً للعناية الإلهية والمحبة الحنونة؟ فالضيافة هي فضيلة ضرورية للغاية في بحثنا عن الوحدة المسيحية. والأردن بلد مضياف، أبناؤه من أهل الجود والكرم. من الناحية التطبيقية، وكما حدده الكتيب الموضوع لسنة 2020، فإن الاحتفال المسكوني بأسبوع الوحدة يشير إلى أننا كمسيحيين نظهر وحدتنا ليس فقط من خلال الترحيب بعضنا ببعض، ولكن أيضاً من خلال الترحيب واللقاء الموسومين بالمحبة بأولئك الذين لا يشاركوننا لا اللغة ولا الثقافة ولا الإيمان ولا العقيدة. فكرة صغيرة بحب أختم فيها، إذا كنا نحن اليوم بحاجة كمسيحيين في سنة 2020 لعيش هذه الوحدة، نحن بحاجة لشغلتين. أول شغلة، نحن بحاجة للتوبة، وإذا كنا مجتمعين اليوم في هذه الكنيسة فهي للصلاة. التوبة الكلمة اليونانية تعني ميتانوية، يعني ما بيكفي الواحد يغير بعمله، بده يغير بذهنه، بده يغير بعقله، بده يغير بقلبه. التوبة هي أبعد من تغيير مسيرة، هي تغيير في العمق. ونحن المسيحيين بأمس الحاجة اليوم أن نحيا هذه التوبة ميتانوية. بدي غير عقلي، بدي غير ذهني، بدي غير تفكيري. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، نحن بحاجة لقبول بعضنا البعض. حلو نحكي عن قبول اللي بيختلف عنا بالثقافة، اللي بيختلف عنا بالدين، اللي بيختلف عنا بكل شيء، ولكن نحن أيضاً وبأمس الحاجة أن نقبل بعضنا بعضاً، كما يقول الرسول كما قبيلكم المسيح، كما قبيلنا المسيح. أمين. طلبات لصلاة المؤمنين بلقيها كنيسة الأرمن الأرثوذكس وكنيسة السريان الكاثوليك وكنيسة الكلدان
في الكتيب صفحة 7. لأجل الذين يشاركون الآخرين في قوتهم ويقدمون من أموالهم لإحياء حب الضيافة وزرع كل القيم الخيرة في الآخرين إلى الرب نطلب. استجب. لأجل الوحدة الظاهرة اجعل أن نكون واحداً بمقتضى صلاة يسوع وأن نعمل معاً على إعلان ملكوتك. نطلبه منك اليوم إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الروح القدس اجعلنا نعمل معاً كأعضاء لجسد المسيح. نحن مدعوون أن نعلن البشرى السارة إلى كل الخليقة إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نشكرك على تعدد ألواننا وثقافاتنا وتقاليدنا في هذا العالم، فاجمعنا بتنوعنا في محبتك واجعلنا قادرين أن نعمل معاً لندافع عن الحياة ونجعل هذا العالم مقراً للعدل والسلام لكل البشرية. نطلبه منك اليوم إلى الرب نطلب. لأجل وفرة غلال الناس وفرج كرب الأرض وانطلاق المطر ومنع كل انحباس حراري يضر بالمناخ إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لأجل سلام العالم أجمع وانتهاء كل حرب وكرب وشدة إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لأجل أرواح الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل أن تدوم علينا نعمة الأمن والأمان إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لأجل أن ترسخ في فكري وقلبي خدام الكنائس روح الضيافة التي عرفها الآباء عبر قرون المسيحية وحتى يومنا هذا إلى الرب نطلب. استجب يا رب. Now together we pray with a prayer our Lord Jesus Christ taught us. نشبك أيدينا مع بعض ونصلي الصلاة الربانية اللي علمنا إياها الرب يسوع المسيح بألفة وحنان، لنصلي معا الصلاة ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. القس عماد الكنيسة اللوثرية فليتفضل. أجل يا رب نجنا من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لنا لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. آمين. نتبادل سلام المسيح. المسيح فيما بيننا كائن وسيكون. إنهم أبناء الله يدعون. طوبى للسعينا إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون.
أنتم الذين في المسير طوبى للسعينا إلى السلام فإنه أبناء الله يدعى. الكنيسة الإنجيلية الأسقفية صلاة من أجل الوحدة، فليتفضل القس جورج القبطي. الرب معكم، تفضل. لنصلي. أيها الرب يسوع، يا من في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا صليت ليكون تلاميذك بأجمعهم واحدا كما أن الآب فيك وأنت فيه، اجعلنا نشعر بعدم أمانتنا ونتألم لانقسامنا، أعطنا صدقا فنعرف حقيقتنا وشجاعة فنطرح عنا ما يكمن فينا من لا مبالاة وريبة ومن عداء متبادل. امنحنا يا رب أن نجتمع كلنا فيك فتصعد قلوبنا وأفواهنا بلا انقطاع صلاتك من أجل وحدة المسيحيين كما تريدها أنت وبالسبل التي تريد، ولنجد فيك أيها المحبة الكاملة الطريق الذي يقود إلى الوحدة في الطاعة لمحبتك وحقك. باركنا وازرع محبتك في قلوبنا، وحدنا تحت مظلة صليبك. آمين. نصلي مع بعضنا البعض من أجل السلام، الكل مع بعضنا. اللهم مصدر الأشواق المقدسة والمشورات السديدة والأعمال الصالحة، إن عبيدك ذاك السلام الذي لا يستطيع العالم أعطاهم حتى إذا خضعت قلوبنا لوصاياك وزال عنا خوف الأعداء، تجعل حمايتك قياماً رادعة في السلام، بالمسيح ربنا. آمين. كلمة الشكر للجهة المنظمة محطة نور سات مكتب الأردن، الدكتورة باسمة سمعان، فلتتفضل. أصحاب السيادة الأساقفة جزيلي الوقار، قدس الآباء الكهنة الأجلاء، الإخوة الرهبان والشمامسة الأفاضل، والأخوات الراهبات الفضليات، أصحاب العطوفة والسعادة الأكارم، الحضور الكريم، باسم مجلس رؤساء الكنائس في الأردن ومكتبنا فضائية نورسات في الأردن، أتقدم بعميق الشكر والامتنان لرئيس المجلس غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين على الرعاية الكريمة. والشكر الموصول أيضاً لرؤساء كنائسنا الموقرة في الأردن، ولكم جميعاً حضورنا الكريم لتلبية الدعوة والمشاركة للصلاة من أجل وحدة المسيحيين، والتي حملت هذا العام عنوان وأظهر لنا أهلها عطفاً نادراً. فاحتفالنا هذه السنة للسنة التاسعة على التوالي ما هو إلا ثمار جهود كنائسنا الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية، حيث جسدنا كلام السيد المسيح بأن نكون كلنا واحداً في جسد المسيح، همنا واحد وأحلامنا واحدة، ونسعى دوماً لأن نوحد مواقفنا الرعوية والإنسانية والوطنية. إن الكتاب المقدس على امتداد صفحاته يقدم لنا نماذج عديدة من الضيافة الرحبة، ويحث عليها كما في رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين: استمروا في محبتكم الأخوية بعضكم لبعض،
ولا تنسوا استضافة الغرباء، فمن الناس من استضافوا ملائكة في بيوتهم دون أن يدروا. تذكروا المسجونين كأنكم مسجونون معهم، وتذكروا ضحايا سوء المعاملة كأنكم أنتم الذين تعانون. أعزائي، لا تتوانى الكنيسة أبداً عن واجب الضيافة، بل تحث أبناءها المؤمنين إلى الإقبال عليها مع كل إنسان وجهاً إلى وجه، وقلباً إلى قلب، وروحاً إلى روح، في أحلى تجليات الأخوة الإنسانية. وهذا فعل الإيمان. ولا تتوانى الكنيسة أن تشرك في ندائها إرادة ذوي النوايا الحسنة من الأديان. لذلك يذكر قداسة البابا فرانسيس وسماحة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب في وثيقة الأخوة الإنسانية العام الماضي: إن الإيمان يحمل المؤمن على أن يرى في الآخر أخاً له، لابد وأن يؤازره ويحبه. والمؤمن مدعو للتعبير عن هذه الأخوة الإنسانية بالاعتناء بالخليقة وبالكون كله، وبتقديم العون لكل إنسان، لا سيما الضعيف والأكثر حاجة وعوزا. كل الشكر لكاتدرائية الروم الملكيين الكاثوليك ولسيادة المطران كير جوزيف جبارة راعي هذه الكنيسة ورعيتها الأكارم الذين فتحوا لنا اليوم باب كنيستهم لنجتمع معا. شكرا لكم أصحاب السيادة ولأبائنا الكهنة وإخوتنا الرهبان والراهبات لمشاركتنا صلاتنا اليوم ومنحنا بركة مسكونية. الشكر أيضا للشبيبات وفرق الكشافة الذين ساهموا بصحبتهم ومحبتهم على مرافقتنا بألحانهم الشجية ومعزوفاتهم الجميلة من مختلف الكنائس. الشكر أيضاً لجوقة الترنيم ومن شارك بها. والشكر أيضاً للحضور الكريم. نشكرك يا رب على نعمة الحياة وعطية محبتك الحنونة التي تهدئنا وتقوينا. نشكرك لعطاياك التي تنعم بها علينا وعلى كنائسنا. أعطنا يا رب روح الكرم نحو الجميع في مسيرة تقدمنا وخدمتنا معاً. وأيضاً نصلي من أجل جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يبقى على الدوام حامياً لهذه الأسرة الواحدة الكبيرة، داعين العلي القدير أن يحفظه وأن يبقى بلدنا واحة أمن وأمان. وأن يرعى حكومتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية ودائماً معونتنا من عندك يا رب. آمين. أغني بارثان ذا سبينا أخران تثيوتك Panitrasye topoke Vere nymphia nymphete Ipsilotera urano Actinon rampto Nymphete Eklon protera
فرح يا عروسا لعروسا لها.